يمكن ذاك اللي يدير لنا عينينا انا في هنا باش الاسره باش تستمر لازم تستقر. وليش حل في اليمن مانيش حل. بي شربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، سعداء بأن نلتقي في هذا العدد الجديد من حصتكم حدث وحديث. في هذا العدد نتناول موضوعا في غاية الأهمية. الإنسان باش يستحق منصب ولا وظيفة لازم تكون عنده مؤهلات. هذه المؤهلات عند الدول المتحضرة وعند الناس المتحضرين ما يتسهلوش فيها. المنصب والوظيفة لازم تستحقها بالمؤهلات وكونك صالح لهذا المكان ومؤهل لهذه الوظيفة. لكن بعض الناس هداهم الله يدخلوا ويتلعبوا بهذه المؤهلات لحساب اعتبارات أخرى كما راح نشوفوا الآن. السلام عليكم. شوف الحاج ما تقلقش كاع راسك ان شاء الله. ريح ريح خويا. هذا ربي ان شاء الله واش يخصونا ندبر راسك. انا ندبر راسي انا نفكرو. شوف واش يخصونا نفكرو. هاي صح. صح. تقلقش؟ معليش. ها؟ ايه. لا لا مانيش وحدي ايه. هاي المالون بعد صح. هاي. ايه يا الحاج. يا دراري. هذا هذا صح. السلام عليكم. نقول حاجة قاعد هنا نص نهار تهبل. عاد ساعة ساعة تهبل. وهذا يكون الإنسان كيفاش خبز على راه بعدين. خبز على راه خبز على بالك. أيوا هكاش بحكا كالبور. تسمى غير نطلع من صالي تاع الجورمان. وتسمى عندي بحقيقة عندي ماجستير عندي ابرصا مام جي دي ديبلوم تسمى في الميدان اللي نحب نخدم انا عندكم ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله تفضل على كل حال. مام ماركتين كلش كون. جاوبني دوما جاوب. المهم الله يبارك. مع السلامة. عندك ليسونس اون اونجلي يا؟ اون اونجلي يا. تهضرها نورمال. وي. يا يا. يا. ايوا ماما اللي معول على راه ماما اللي معول ان شاء الله انا كيكون عندي الفراغ محمد نحب نعمرو مليح والله مليح. انا بالك انا الشيء اللي يعجبني في الديجان عندك واحد الله يسلمك والله العظيم الله ينورك يا خويا. شو على لونجليز في باري يا خويا فرنسا بسبب البروبليم مشيت معاك دوكا احنا نقراو الحمد لله فرنسا بصح كي نجي ندخل معاك على شباك ضحك شويه نهار صافي ديجا كاكتشو باني في الماجستير تسمى قعدت لي ديبلوم هذوما وخدمت في لاميري 250 ميل باغ تسمى شغل تشغل شابه الوغ ايماجين الماجستير في بلادك وتشغل شابه الله يحفظك ان شاء الله تحكم منا عندكم هكذا معاكم في الخدمه واش نقول لك والله تمت منا ان شاء الله عندك سي في هاي الله ينورك يا واك تو سي في وما كان والو لا لا تخدم تخدم ان شاء الله يا لا انا نقول لك نقولك حاجة والله دخلت في قلبي. الله ينورك. باين بلي اللبسة تاعك اسمح لي والله باين بلي الإسلامية والتواضع وتستهلكوا الخير. الله ينورك يا. أنا ما تخدمش. راك في بلادك ومن حقك تخدم. أنت وين قايد؟ هنا في البلاد. قايد أنا. وين تملك؟ هنا في البلاد. بلادي. يا خويا فادي شغلت فيها من هنا البلاد. إن شاء الله يا ناس. بربي إن شاء الله. تكتب الدوسي تاعك ما في بلي أفوار على هذا الدوسي هذا. كيما تكون كوميسيون على بالك. أنا نكون. الله يا اخو واش نقول لك على بالك راك فريمون فريمون طلعت لي المورال كي تشوف رجعت لي المورال. لا لا شوف خويا استنى باش ماشي زعما بان تشدني من ثاني ولا مانيش نقول لك سير. لا 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 بالي هي الكتبه بصح هما ما هكذا ديجا واحد كيهضر معاك هكذا شكون شكون المورال يطلع لك. انا ما نكذبش عليك انا الناس اللي قرات وتعلمت واللي تحترم نفوسها والناس اللي حابه تاكل لقمه تاع الحلال معاهم. الله ينورك يا رب. عاونهم ما نجحش السي في تاعك والله ما كانش بربي بربي راك هنا يا خويا انا ماني الا سبا انا عندي كلمتي هنا تنقال قال هذا ما درتش كيما انت في الشركه. الله يفهمك ربي يا خويا اليوم عارف عباك اليوم العجوز الله راح تفرح يا ناس بربي الله راح تفرح. قلنا ادعي لنا قلنا ادعي لنا ان شاء الله. تعرف راني يا خويا عباك وخصني يا خويا الله ان شاء الله تحكم منها يا ناس. نورمال شبيك نورمال كرهت حياتي يا خويا رايا كامل هذيك تفهمني تسمى راني مباطيني غير تماك على بالك. طاف واش تجيب لي؟ لا خليه خليه ما كان نجيب لك واش حبيت نجيب لك. ما نزيدش نديرونجي خويا.
خلينا النيميرو تبين نعيط لك. بود بروبلام. راه ما عندك شحال؟ 58 24 30 بربي ان شاء الله. نعيط لخويا بسك هذا نورمال، هذا وحده يكفي. معليش خو بالك انت عندك مسؤولين ديالك وانا جكومبرونس غادير اللي في الكتاب ادمينستراسيون، معليش كنت حاب نجيب لك ورقه، اي ورقه ان شاء الله بربي نجيبها لك الا كانت يعني. شوف خويا خويا حاجه، احنا هنا في الاداره كاين اجراءات على بالك. كاينه كان دير في بالك بلي كاين منصب شغل واحد، احنا واش ندير؟ احنا نديرو في الجريده تخرج بلي كاين منصب شغل في الكونكور ما شابه، لكن كاين العباد اللي عندهم الاولويات. انت انا نقدر نجيب خويا يخدم صح يكون لينا بربي ان شاء الله يكون حتى مشكل. شوف البلاد حنا تاعنا بغيت تبقى حاجه بربي، الراجل مناسب في مكان مناسب كل حاجه تفهم خلاص. انا بالنسبه ليا المشكل تاعك ترى هاني. انا نقول لك بابريت يا خو، انا كان جات البلاد مشيت تسد ماني هكذا لا باس تاع نكره كلش في اسمه العزيز. نحن حاجه عقليه بربي، مازال فاميليا مازال كاين رجال. لا ما انا نقول لك بابريت يا خو، ارتحت لك خو ربي يخليك. دير واحد لي انتيك باين. واحد بيت ثلاثة سنين، لو كان قيستو، أنا راني هنا، بيناتنا، أنا راني هنا. صح. أنت راك تهضر معايا، وكان قيستو تخص كاع الناس هاد البوستات وأنت وين تسمع بهم، حطوا لها الجورنال لا فوا، وأنا اللي خصهم يديروا في الجورنال. الله يعطيك الصحة من هنا يا خويا، الله يعطيك الصحة. والله عجبني، باين لي سبورتيف نتاعك. شوية هكذا، ندش هكذا يا خويا. باين. كيش تدخل تلقى على حساب الطول تاعك، باين بلي دير الباسكيت. الباسكيت والله والو يا خويا، نتفرج. ونشوف هكذا اللي مباشرة عندك الزهرة كيفاش؟ راك غير تشوف الباسكت وتروح، طيب غير تلعب نتايا، انت تروح تجي مرة أكثر من هكا. لو كان جات بشوف هكذاك روعة خو، ما كان نشوف جيدون ولي جيدون. كيفاش كي ياه؟ تري سيمباتيك. ربي يخليك، أنا والله نهضر مع الله غير زوالي وعادي كاع. الله يعطيك البابا ما تقولش كاع. ما قلنا على هذه، الله يعطيك ما تمنى لها. خويا يا أخي شفت راني نستها خويا يا أخي شفت هذا. والله لا شوف هنا هنا. اسمح لي يا مصباح راني دوسيات هنا، شوف هادو هما كاع لي بعثو لي، ما كاش لي عندو سي في كيما تاع. الله ينورك يا اخي. تنجم تروح لاني مهني، نقول لك مهني على كل حال الزباط بربي يا. ان شاء الله. اللي عليا ندير. ان شاء الله. الله على بالك، انا لو كان جات لي والله ما على بالي، تما بديت شغل نكعب، نقول لك الصح. باسكو والو في هذا الريتم. شوف عندي عجوز يا اخو، تعرف تشوفني هكذاك شغل تأسف على بالي يا دوا. تجيهم حاجه شغل وما تجيهم حاجه بيزار على بالك، تقول لي كيفاش وليدي قاري كامل هكذا وما كان والو. صح. هكاك شايف. راني فاهمك يا. راني فاهمك وشنو انا نوصي خويا. ما كاينش هاد المشاكل في قلبك. لا على بالي كلشي بربي اخويا. كلشي بربي وحنا هنا نعاونو خويا. على بالي العزيز. وهذه هي. هايدا. الله ينور. ربي يطولك. الله يعطيك ما تمنى على صحة. بارك الله فيك. صحة خويا. السلام عليكم. السلام. تريز انتيريسون. ربي ما في دور الخير. السلام عليكم. ما هذا؟ اسمع هاي فراس او جنو حسين جبدوسي هو هذا بربي ان شاء الله بدنا نعاودو له غير الاسم ونديرو فيها اسم وليدك ويا شي خدام بالسي في بكلش. طلقت راسي قلت لك ربي يدير لها الحل ان شاء الله. نعاودو له الاسم بربي ماشي مشكل، نسكانيوهم ونعاودو الاسماء والو والدوسي تاع حبيبنا اللي عند وليدك وما كان والو. هايدا مربط الغدوة ياك صح. سبونسور ليه خير من 20 سنة تاع لي زيتي. بيستون سوليد خير مع 20 سنة دي زيتود. الله يبارك. هذا مؤشر من مؤشرات تخلف وبعد عن الدين وعن الأخلاق. نقول الوظيفة في عرف العقلاء وهذا تشترك فيه كل العقول السليمة، الوظيفة يستحقها صاحبها بالمؤهلات نتاعو وبالكفاءة نتاعو، لكن لما دخلت اعتبارات أخرى كانت الجناية العظمى، الجناية على المنصب وعلى الوظيفة والجناية في حق المجتمع. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إذا كان واحد
وظف واحد وهو يعرف اللي كاين اللي خير منه اللي يسحقه هذا المنصب وهذا الوظيفة، يقول عمر بن الخطاب هذا الرجل خان الله وخان الرسول وخان المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يسميه ضياع الأمانة، إذا مدينا المنصب الواحد ما يستهلوش. تابعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هكذا يقول الدين انتعنا، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة، وأمانة عظيمة جدا. فالذين يقومون على التوظيف راعوا الكفاءة وراعوا المؤهل واستبعدوا كل الاعتبارات الأخرى تكون أمناء. الحلقة المقبلة إن شاء الله.